من القاهرة. في ظل سعي إدارة البورصة المصرية لتنشيط عمليات الطرح في السوق المصري واجتذاب شركات جديدة من مختلف القطاعات، وقعت إدارة البورصة اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتسهيل طرح 25 شركة صغيرة ومتوسطة من قطاع تكنولوجيا المعلومات كبداية لطرح المزيد من شركات هذا القطاع الذي يضم 1400 شركة. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 85% من إجمالي عدد الشركات المدرجة فيه. هو عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حوالي 1400 شركة. ال 1400 شركة منهم 85% منهم شركات صغيرة ومتوسطة، فاحنا بنتكلم عن 85% دول. احنا الحقيقة عاملينها على مراحل. المرحلة الأولى إن احنا ندعم من 20 ل 25 شركة، بس ال 20 شركة دول هيمثلوا تقريبا ضعف ما هو موجود أو مسجل النهاردة في بورصة النيل. ال 20 ل 25 شركة خلال من 6 شهور لسنة. المرحلة الثانية يمكن تشهد زيهم 25 شركة وهتتبعها مراحل كثيرة على حسب النجاح اللي هتلاقيه إدراج هذه الشركات في بورصة النيل. ويعد الإدراج في بورصة النيل فرصة كبيرة لتوفير التمويل اللازم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تحجم فيه البنوك عن تمويل الشركات، واعتبار تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مخاطرة في الوقت الحالي وفي ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري واتجاه البنوك لتمويل الأذون والسندات الحكومية التي تعد الاستثمار الآمن للقطاع المصرفي المصري خلال المرحلة الحالية. مجرد وجود الشركة كشركة يعني في البورصة المصرية حتى في بورصة النيل طبعا هتدينا دفعة كويسة من حيث الكريديبيليتي. في نفس الوقت طبعا في الوقت الحالي احنا طبعا بنبص دايما على الاستثمار، احنا عندنا خطط توسعية كبيرة الحمد لله واكسباندد نشاطنا في الفترة اللي فاتت في قطر وفي السعودية في الدول العربية عامة، يعني فشايفين ان دي فرصة كويسة ان احنا تبوش فند ان احنا نعمل تمويل او نسهل دخول تمويل للشركه لتمويل المشروعات الجديده اللي احنا بنشتغل فيها. وقد اعلنت البورصه المصريه عن زياده الحوافز للشركات الراغبه في الادراج سواء في البورصه الرئيسيه او بورصه النيل من خلال اعفاء الشركات من رسوم القيد اعتبارا من اول يوليو القادم، فيما اعلنت هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات عن تحمل 80% من تكاليف ادراج شركات القطاع في بورصه النيل.